بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة في منطقة المحفر في شبوة باص الحجاج، ونحن جايين من المملكة العربية السعودية، تعرض الحجاج لتقطع من قبل عصابة مسلحة صعدت إلى الباص بقوة السلاح وأنزلت الحجاج وقامت بسلبهم أموالهم السعودي واليمني. تخيلوا باص كامل أصبح لا يجد قيمة الصبوح، وباص كامل لا يجد قيمة المواصلات. ونحن هنا لا نستعطف الناس، ولكن هو نداء لقبائل شبوة ورجال شبوة وأحرار شبوة وأحرار وقبائل المحفد. هل تستطيعون على هذه العصابة التي تسيء إلى تاريخكم وإلى قبائلكم؟ وكم أخذوا عليك يا حاج؟ 800 سعودي؟ كم أخذوا عليك؟ 100 سعودي و 20 يمني. 100 سعودي؟ 20 يمني. كم أخذوا عليك يا مبارك؟ 7000 سعودي. 7000 سعودي. قاتلهم الله. كم أخذوا عليك؟ 200 سعودي و 17000 يمني. 200 ريال سعودي و 17000 ريال يمني. وهكذا كثير من الحجاج نهبوا أموالهم وبغير حق، قاتلهم الله.